الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. دقيق. إن سعيكم لشتى. في الآن 8 مليارات إنسان على سطح الأرض بالتمام، أحدث إحصاء. في واحد بيحب الفقر؟ ولا واحد. في واحد بيحب القهر؟ ولا واحد. المرض؟ ولا واحد. في إنسان ما بيحب الغنى؟ بيت واسع، زوجة صالحة، أولاد أبرار، بنات محتشمة، كلياتنا. في إنسان ما بيحب يعيش شي 130 سنة؟ عاشها أحد علماء الأزهر 130 سنة. إذا في عنا قواسم مشتركة لكل البشر. الإنسان عرض الله عليه الأمانة في عالم الأزل، فبعض هذا بعض الكائنات عرف هذه الأمانة واستقام على أمر الله، والآخر ما انتبه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول والمكرم والمفضل والمكلف. يعني أب عنده 10 أولاد وهو ميسور كثيرا، أعطى لكل ابن سيارة وزوجة وبيت ودخل شهري، لكن قال لأولاده العشر: الذي يأتي بشهادة عليا من بلد بعيد بعطيه نص المعمل، وإذا ما جاب الشهادة بخليه متسول. ما عاد في حل وساط. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان مخلوق مكلف، معنى مكلف محاسب ومعاقب، فإما أن يكون فوق الملائكة أو تحت أحقر حيوان. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فنحن مخلوقون، خلقنا في عالم الأزل وقبلنا حمل الأمانة. صافي تشريع، افعل ولا تفعل، في حرام في حلال، بجوز ما بجوز، ممكن غير ممكن، معه توجيه. بس هذا التوجيه لو أنه أتقنه ونجح فيه ملك الآخرة، الآخرة إلى أبد الآبدين. فالإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء، وإن فاتته هذه المعرفة فاته كل شيء. فالعبرة أنه إنسان يعرف بالوقت المناسب. الدليل: فرعون آمن بالله. متى آمن؟ أثناء الغرق. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا الإيمان سيكون لكن بعد فوات الأوان. إذا أنا معي مليار خيار رفض، إلا الإيمان خيار وقت، فلا بد من أن أؤمن بعد فوات الأوان. فالبطولة أن أؤمن قبل فوات الأوان. يطالب فات الامتحان، مع الموضوع ما له دار سوء إطلاقا، أخذ صفر بجدارة، طبعا بتأخذه صفر بجدارة، إجا على البيت قرأ البحث، رجع لمكان الامتحان ليكتب إلا انتهى. مرة ثانية ما في. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فنحن مكلفون بالعبادة لله، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هي العبادة. أنت بالعبادة أقوى إنسان، إنسان موفق. حقيقة إيجابيات الحياة الدنيا مذهلة. وما توفيقي إلا بالله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وتأتيه السكينة، ذاقها النبي في الغار، وذاقها إبراهيم في النار، وذاقها يونس في بطن الحوت. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. 8 مليارات حركة فيه، بس الله جمعها بنموذجين. دقيق. فأما
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، والدليل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صدق بالحسنى، صدق بالجنة، فاتقى أن يعصي الله، بنى حياته على العطاء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لما كذب بالحسنى استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. لذلك على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غيبتهم. والمؤمن يجب أن يكون من أتباع الأنبياء، فإذا كان قويا ينبغي أن يتخلق بإخلاق الأنبياء. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، الفجر صليت ما في لا موعد ولا اتصال هاتفي ولا في برنامج على الشاشة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لو يعلم المؤمنون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. هي ساعات إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم نزول يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة أقضيها له، حتى ينفجر الفجر. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. هي الصلاة هي عماد الدين وعصام اليقين، هي العمود بالخيمة. الخيمة بلا عمود ما عاد خيمة، أصبحت قماش. الذي يجعلها خيمة العماد، عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أرجو الله أن يقوي إيماننا بهذه الحقائق القرآنية، وأن نعمل بها حتى نجمع بين الدنيا والآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا هي جنة القرب، وجنة في الآخرة جنة الخلد. والحمد لله رب العالمين.